عشان في تفتيش يبقى قبل كده. لكن مثلا احنا جينا قبل 8 عشان يبدا تفتيش من 8:30 9 الا ربع. فالبنات متوتره ان هو ولي الامر دخل مشد معاهم ما كانوش دخلوا البنات. واحد بس فتش قرف كذا واحده. طب ازاي بعد دخلنا بعد اللجنه نص ساعه؟ يعني دخلت اللجنه 9:30. طب الاسئله كانت سهله يعني كلها من المنهج وكده؟ في حاجه هم مدخلين اللجنه متاخر نص ساعه واحد بس يفتش البنات دي كلها. طبعا اثر على الميعاد. ولي امر الله يقول ان كان في ست في كل لجنه في ست واحد. لا هو كان واحد بس ولي امر دخل الله يستر دخل زحى قال لهم الساعه 9 الا ربع المفروض البنات تدخل من 9 ولسه في قابه مفيش اشوفها ولسه اشوف اللجان فين وعقاب جسم فين. فده كله بيأثر على نفسيه الطالبه. فلما دخل هو معاهم اضطروا يجابوا المدرسه من جوه فزودوا عليهم مفتشين اللي هم مفتشوا. فالمفروض انا هعمل حساب حاجه زي كده يبقى بقى هسبق بعدها شويه. لما ده كله بيأثر على نفسيه الطالبه نفسها.